يأبى التاريخ ومنطق الأشياء، وتأبى مبادئ العدالة الإنسانية وأخلاقيتها صور الضيم والقهر واغتصاب حقوق الآخرين وخرقها ظلما وعدوانا. غير أن هذا المنطق على وضوحه وعلى بيان عناصره نجده مقلوبا عند الغلاة التوسعيين المؤسسين لعروشهم ولقواعد أنظمتهم ونظمهم على آلام ومآسي الآخرين وعذاباتهم، كما هو الحال في القضية الصحراوية. القضية الصحراوية القضية الإنسانية والسياسية القائمة لتشهد العالم على ظلم وعدوان يتعرض له شعب بأكمله، كي يصمت على جريمة اغتصاب أرضه وطمس هويته ومعالم تاريخه وماضيه الحضاري في عصر تداعت فيه كبريات الأمبراطورية الاستعمارية. فبرز الحالمون بالتسلط على رقاب الناس ليؤسسوا لأنفسهم أمبراطوريات كانت وستكون كما علمتنا صيرورة التاريخ مقابر للأجسام والأحلام، تحفرها بنادق المؤمنين بحقوقهم وعدلات قضاياهم، الصانعين لتاريخ والموجهين لمساره. نسوق هذا الطرح ونحن نفتح هذه الصفحة حول مسيرة الكفاح السياسي والعسكري للشعب الصحراوي على امتداد تاريخه القديم والمعاصر، والذي كان فيه دوما وفيا لوطنه، مدافعا عنه، متمسكا بكل ذرة من ترابه ورماله، ليؤسس فوق هذا المحيط الطبيعي إطارا للعيش والاستقرار. فعبر تاريخه الطويل إذن كان الشعب الصحراوي دوما رافضا للاستعمار ولسياسات الضم والإلحاق لوطنه. فكانت ثورات وانتفاضات 57 و58 التاريخية ضد الإسبان، وكان أيضا تأسيس جبهة البوليزاريو في مطلع السبعينات كتنظيم تحرري رفع منذ إنشائه لواء الدفاع عن الوطن عسكريا، وتحمل أيضا مسؤولية السير بالقضية وطرحها ضمن الأطر والهيئات الدولية للتعريف بها سياسيا. وعبر استراتيجية البوليزاريو التحررية هذه انتظم الكفاح المسلح ضد المحتل الإسباني، وأوفدت الأمم المتحدة عام 75 لجنة لها لتقصي حقيقة الوضع، فجاءت خلاصة تقرير مبعوثها الذي يشغل الآن منصب وزير خارجية كوت ديفوار، جاء أن هناك شعبا بكل مقوماته يجب أن يمكن من حقه في تقرير المصير. غير أن هذا الأفق وعلى ما يفتحه من أمل في وجه شعب الصحراء الغربية، سريعا من سدت عبره الرؤية من جديد باتفاقية مدريد الثلاثية التي استباحت تراب الصحراء الغربية وفتحته في وجه عملية غزو واسعة تحت اسم المسيرة الخضراء، التي عارضها مجلس الأمن الدولي، وأكدت في أعقاب وقوعها محكمة العدل الدولية أن لا علاقة ولا ارتباط بين المغرب والصحراء الغربية التي طالبت أن يمكن شعبها من حقه في تقرير المصير. وفي ضوء هذا الواقع الجديد الذي فرض على الصحراء الغربية، فإن شعبها لم يجد بدا من أن يضاعف من عمله العسكري وأن يقف في وجه عدوه مثبتا لوجوده الذي أنكر عليه ومدافعا عن حقه المغتصب. فبرزت انتصارات جيش التحرير الشعبي الصحراوي التي أرغمت نظام الرباط على شد أحزمة الأمن الاصطناعية التي أقامها جدرانا رملية عملاقة طمعا في تلافي ضربات مقاتلي البوليزاريو، فكانت هذه الجدران أيضا أهدافا سهلة انهارت بتحصيناتها على قوات النظام الملكي الذي يتكلف في حربه هذه حسب مصادر أجنبية مستقلة ما يزيد عن المليار دولار في السنة، أغلبها تذهب لتسديد معداته الحربية التي ثبت من خلال غنائم الثوار الصحراويين أنها تأتي من كل الجهات بما فيها نظام جنوب إفريقيا العنصري. وبالتوازي مع عملها العسكري، فتحت جبهة البوليزاريو منذ عام 75 باب السلام واسعا، داعية إلى إيجاد حل تفاوضي سياسي للقضية تمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. غير أن هذا الاستعداد الصحراوي قوبل بأطروحات مغربية مختلفة في صياغاتها وأشكالها، متفقة في غاياتها ومراميها، وهي التنكر الدائم لحق الشعب الصحراوي
الذي اقتحمت قضيته المحافل الدولية لتكون الجمهورية العربية الصحراوية عضوا كامل الحقوق في منظمة الوحدة الإفريقية عام 82، ولتكون في القمة الموالية موضع الأشغال والانشغال. فجاءت اللائحة 104 للمنظمة محددة لطرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو، وداعية إياهما لفتح مفاوضات مباشرة تهيئ لوقف إطلاق النار ثم لتنظيم استفتاء تقرير المصير. وفي الدورة 40 للجمعية العامة للأمم المتحدة تعمق الوعي بالقضية واتسعت دائرة المعرفة بها، ولم يعد في وسع الأطروحات المغربية الانطلاء على الجميع. فجاءت اللائحة الأممية 40-50 مؤكدة ومؤيدة للنهج الذي رسمته منظمة الوحدة الإفريقية لتسوية النزاع. وكلفت الجمعية العامة ضمن نفس اللائحة الأمينين العامين لمنظمتي الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية، كلفتهما ببذل مساعي حميدة لتطبيق مخطط السلام هذا. فكان أن جاءت عام 86 سلسلة المباحثات غير المباشرة التي جرت بين المغاربة والصحراويين تحت الرعاية الشخصية للسيد بيريز دي كويلار والممثل الشخصي للأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية، والتي وإن لم تحمل جديدا أي هذه المحادثات فإنها ليست جديدة هي الأخرى، إذ سبقتها اتصالات مباشرة أخرى بين الطرفين المغرب و 70 بباماكو، 83 بالجزائر، 85 بلشبونة، وحتى عام 87 هذا في جنيف مع السيدين بيريز دي كويلار وساسون غيسو. وإذا ما تمعنا اليوم إطار العمل السياسي الذي تتبلور فيه هذه القضية فإننا نجده واضحا محددا في تشخيصه لطبيعة القضية على أنها قضية تصفية استعمار تقتضي في بابها الأول تمكين شعب هذا الإقليم من حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر وعادل يجري تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة بعيدا عن كل الضغوطات والعراقيل الإدارية أو العسكرية، وهي المطالب نفسها التي كان المغرب يرفعها للهيئات الدولية عندما كان الإقليم تحت السلطة الإسبانية، ويتنكر لها اليوم عندما تعلق الأمر بقواته وإدارته المنتشرة في الصحراء والتي يقدرها الملاحظون بأكثر من 200,000 عسكري علاوة على موظفي الجهاز الإداري وآلاف المعمرين الذين نزحوا باتجاه الصحراء طلبا للاستغلال والثراء على حساب شعب جرد وشرد من أرضه. ورغم هذا التعنت والتصلب في الموقف المغربي فإن الحق الصحراوي لم يطمس ولم يسقط، بل تكرس في العمل الدولي كقضية يجب أن يمكن أصحابها من حقهم في تقرير مصيرهم. فكان رفض منظمة الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية لاتفاقية مدريد الثلاثية المقسمة للتراب الصحراوي، وأوفدت المنظمة الأممية بعقاب تلك العملية مبعوثا للأمين العام بمهمة استطلاعية واستعلامية في المنطقة. واعترض المغرب آنذاك على هذه الزيارة متذرعا بحجة الملف المغلوق. وقد انتهى المبعوث الأممي في زيارته تلك إلى الاقتناع بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. والاستعراض السريع لتطور القضية الصحراوية دبلوماسيا يكشف لنا أننا كانت دوما في صلب العمل الدولي الرامي إلى تقويض أركان الظاهرة الاستعمارية، وهو الأمر الذي جعل منها دوما موضعا وموضوعا للبحث قصد تسويتها. ويعود ذلك تاريخيا إلى النصف الثاني من هذا القرن، إذ لم تغب القضية الصحراوية تقريبا في جل مؤتمرات الوحدة الإفريقية ولا في دورات الجمعية العامة منذ مطلع الستينات. وقد استمر العمل الإفريقي الأممي حول هذه القضية نشيطا حتى السنوات الأخيرة التي شهدت تنسيقا بين المنظمتين في الاستراتيجيات، فجاءت لوائحهما مؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، كما وضعت مخطط سلام يستمد محتواه من اللائحتين 104 و41-16 محددا لسبيل الوصول إلى حل سياسي تفاوضي شامل بين طرفي النزاع المغرب والجمهورية العربية الصحراوية.
غير أن هذا المخطط الذي سنده المجتمع الدولي لم يتسنى وضعه موضع التطبيق بفعل تصلب الموقف المغربي، ومن هنا قررت منظمتا الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية إفادة لجنة تقنية أممية إفريقية مشتركة إلى الصحراء الغربية من أجل رفع هذا الحاجز حتى يمكن تطبيق مخطط السلام الأممي الإفريقي. فلهذه الغاية إذن، ومن أجل الاطلاع على الأوضاع القائمة وجمعا لكل الحقائق والمعطيات المتعلقة بالصحراء الغربية، جاءت مهمة اللجنة الأممية الإفريقية المشتركة التي قضت 18 يوما بالتحديد في الأراضي الصحراوية المحتلة والمحررة، عايشت خلالها واقع هذا الشعب الذي يقف بكل فئاته موحدا في خندق المواجهة من أجل استرداد وطنه وحقه المغتصب، مستندا في ذلك إلى الشرعية الدولية المقررة والمتضمنة لحقه في لوائح وقرارات يزكيها الإجماع الإفريقي والأممي، الداعي اليوم إلى التسوية السريعة والسلمية لهذه المشكل عبر الطرق والقنوات المحددة والمحددة لطرق العمل والتعامل مع الوضع القائم. فإما مفاوضات مباشرة بين الطرفين تتحدد في ظلها شروط وظروف إجراء الاستفتاء الشعبي الحر العادل والنزيه، وإما أن تتكفل منظمتا الأمم المتحدة والإحدى الإفريقية بتنظيم هذا الاستفتاء بعد انسحاب كل القوات المغربية. وكيفما كان شكل هذا الاستفتاء فإنه يظل حقا مقررا لشعب وقفت اللجنة التقنية الأممية الإفريقية على استعداده الدائم للسلم، والذي برهن عنه خلال زيارتها أي زيارة هذه اللجنة للإقليم، وذلك بالتزامه انفراديا وطواعية بهدنة في عملياته العسكرية، وكذلك في رده على كل الأسئلة المقدمة من طرف أعضاء اللجنة في الجانبين المدني والعسكري لحياة الشعب الصحراوي. كما وقفت اللجنة على حقيقة شعب على درجة عالية من التنظيم والتحكم في شؤون حياته، فهو إلى جانب مهماته العسكرية التي يتطلبها الوضع الاستعماري الذي ما زال قائما في وطنه والذي يتعامل معه بكفاءة عالية، سقطت أمامها استراتيجيات الجدران الرملية وسياسات التضييق والمتابعة التي حاول المغاربة تطبيقها. إلى جانب ذلك أيضا فهو على درجة عالية من التنظيم لشؤون الحياة اليومية للشعب، فالمدارس قائمة بمهمة تنوير الشعب وتثقيفه، ومؤسسات التكوين تؤهل سواعد العمل للمستقبل، والمستشفيات تقف لتضمد جراح المقاتلين ومداوات أبناء الشعب. فالمهمة إذن وإن كان طابعها تقنيا فقد كشفت واكتشفت حقيقة أوضاع قائمة متأصلة في التاريخ، لا يمكن لطرح غوغائي ولا لممارسات بمثل تلك التي يسوقها المغرب أن تخفي هذه الحقيقة الساطعة التي عرفها ووعاها الجميع بما فيهم المغرب الذي فضل القفز على الحقائق بدل مواجهتها كما هي والتعامل معها بمنطق الحكمة والتعقل، وذلك لإعادة بعث السلام والوئام بين الأشقاء على أساس الاحترام لحقوق كل طرف، وليعود للمنطقة أمنها واستقرارها اللذان هما الأرضية لكل منطلق تنموي تكاملي والاستمرار الإسهام الحضاري لدول المنطقة في التراث الإنساني، وما ذلك بالمستحيل مع توفر الإيرادات الحسنة التي نرى في هذه المناسبة إحدى أبرز الفرص لتحركها وبروزها.